كده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على الابر اير واي انفكشنز. انا كنت بعت لكم طبعا الموضوعات اللي هي باقي الموضوعات بتاعت الاي ان تي اللي هي طبعا الاوبستراكتيف سليب ابنيا ابتداء بقى من الاير واي اسسمنت والجزء بتاع الاوبستراكتيف سليب ابنيا والفورين بودي انهيليشن والبليدنج تونسل. طبعا المواضيع دي مهمه جدا 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 جدا. تمام. الموضوع بتاع الابر اير واي انفكشنز ده لكم ان تتخيلوا ان السؤال ده متكرر كتير جدا جدا جدا، على الرغم ان احنا يعني شويه يعني ما بنقابلش الحالات دي كتير الصراحه، انما يعني الموضوع ده جه في امتحان الدكتوراه السنه اللي فاتت، جه في الامتحان بتاعنا اللي هو من سنتين ثلاثه، اتسأل في الشفوي وبيتسأل في اليوروبيان دبلوما. لو امتحان اليوروبيان دبلوما اللي فات ده اتسألوا في الابيجلوتايتس والاكس راي ساين والايدج جروب اللي افكتد وكل الكلام ده. تمام. فموضوع الابر اير واي انفكشنز ده موضوع مهم، تمام، على عكس ما يبدو ان هو مش مهم، لا الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. اول حاجه كنت عايز ابدا بيها ان انا عايز اسالكم شويه اسئله وبعد كده نروح للمحاضره ونرجع تاني نجاوب الاسئله دي في اخر المحاضره. الاكس راي دي تفتكروا الساين اللي موجوده فيها دي، حد يعرف ايه الساين اللي موجوده في الاكس راي دي؟ التانج كبير شويه ولا في حاجه ولا في سوفت تيشو متهيألي هايبر بروفايل شويه. تمام تمام. حد عنده اراء اخرى؟ وده الشكل بتاع الابيجلوتس بس كبير، بس مش عارف ايه بالظبط يعني. ممتاز. هو هنا طبعا دي الابيجلوتس كبيره شويه، بس هنا بقى اسمها ايه؟ ثامب لايك. مين بقى اللي قال ثامب لايك امنيه؟ تمام. هي ثامب لايك دي اسمها ثامب ساين اللي بتكون موجوده في الابيجلوتايتس. طيب انا هسمعكم صوت دلوقتي وقولوا لي الصوت ده ايه. اسمه ايه الصوت ده يا جماعه؟ سترايدر. سترايدر. تمام. طيب حد يعرف واتس كروب؟ ايه هو الكروب؟ الكروب ده فيرال انفكشن ولا ايه؟ فيرال انفكشن. تمام. والفيرال انفكشن ده بيأفكت ايه يا دكتور محمد؟ البلوتس ولا ايه؟ البلوتس. تمام خلاص، خلينا نتكلم عليها. طيب ايه هي الابيجلوتايتس؟ ده اللي هو البكتيريال بقى. بكتيريال انفكشن. تمام. طيب هل الاسترايدور ده انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري؟ inspiratory. طيب what is the age groups affected by croup and epiglottitis؟ السؤال ده مشهور جدا والسؤال ده بيتسأل والسؤال ده اتسأل في امتحان اليوروبيان دبلوما اللي فات على طول. تمام. الايدج جروب انا بصراحه ما شفتوش الا في اطفال، لا ما اعرفش بيجي في الادلتس ولا لا. هو في الاطفال، لكن في الاطفال في ايدج جروب معين، وده من ضمن الحاجات اللي بتستخدم في الديفرنشال دايجنوسيس. 3 6 مثلا. يا سلام عليك يا دكتور حسين، بس مين فيهم بقى؟ الكروب. 5؟ لا. طيب اوكي خلاص. طيب خلينا بقى نخش بقى على المحاضره بتاعتنا. تمام. طبعا الاجابات اللي قلناها في منها حاجات صح وفي منها حاجات مش مظبوطه قوي، هنتكلم عليها دلوقتي ان شاء الله. اول حاجه الاسترايدر. ايه هو الاسترايدر؟ زي ما قلنا ان الاسترايدر ده هو لاود فايبراتوري ساوند بيحصل نتيجه البارشال اير واي اوبستراكشن. ونتيجه البارشال اير واي اوبستراكشن طبعا احنا عارفين انه الفلو ثرو الاير واي طبعا هو لامينار فلو، وطبعا لما بيحصل فيه اي كونستريكشن في الاير واي بيبدا الفلو ده بيتحول من اللامينر الى التوربلنت فلو، وبالتالي بيتحول مع الكرايتيريا بتاعت الفلو من الكوايت فلو اللي بيحصل في اللامينر فلو الى طبعا النويزي
فلو اللي بيحصل مع التوربلنت فلو ده سبب ليه الاسترايدر بيحصل. الاسترايدر بيحصل لانه في بارشال اير واي اوبستراكشن بيحول لي الفلو الى توربلنت فلو فبيعمل لي نويزي بريدنج. طبعا النويزي بريدنج ده زي ما سمعنا هنا انه الاسترايدر بيحصل انسبيراتوري واكسبيراتوري، تمام؟ دي نقطه زي ما احنا سمعين ده inspiration واكسبيريشن. الاسترايدر بيحصل inspiratory واكسبيراتوري، وهنا بيقول لك انه السيفيريتي بتاعت الاسترايدر does not correlate with the extent of obstruction. ليه؟ لانه كل ما الاوبستراكشن بيضيق كل ما الفلو بيقل، وبالتالي ممكن الصوت، طبعا الصوت ده بيحصل نتيجه ان في فلو، فلما الفلو يقل جدا كريتيكالي ممكن صوت الاسترايدر ده يقل، وده طبعا بيبقى في سيتويشن ممكن العيان يكون في بيري ارست. يبقى هنا الاسترايدر هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن لاود فايبراتوري ساوند بيحصل نتيجه البارشال اير واي اوبستراكشن اللي بيحول الفلو في الاير واي من اللامينر فلو الى توربلنت فلو اللي هو بيبقى نويزي، تمام؟ والاسترايدر ساوند ده بيحصل during inspiration لكن كمان ممكن يحصل during expiration. والloudness of strider does not correlate with the extent of airway obstruction. السؤال اللي بعد كده، ليه الchildren are more liable to upper airway obstruction؟ تفتكروا ايه الاجابة هنا؟ حد يعرف؟ ليه الـ children are more liable to upper airway obstruction؟ إجابة سهلة. بالظبط كده، طبعا لأنه الأطفال هنا عندهم narrow airway passages سواء كانت في الـ upper أو الـ lower airway، وبالتالي الـ small decrease في اليومن هيؤدي طبعا الى increase في الريزيستنس، ويحصل طبعا partial airway obstruction. وده طبعا بيخضع للقاعده او الفيزيكال برينسيبل اللي اسمها ايه؟ ايه البرينسيبل اللي هي بتربط الفلو بالراديوس في اللامينر فلو؟ اللي هي هاجن بوسيل، تمام؟ الهاجن بوسيل اكويشن طبعا او الهاجن بوسيل برينسيبل طبعا هنا بتقول طبعا انه الفلو از بروبورشنالي دايركت از دايركتلي بروبورشنال تو ذا فورث باور اوف radius. نتيجه طبعا انه الاطفال هنا بيبقى الاير واي باسجز بتاعتها طبعا narrower than adults، وبالتالي هنا السمول انكريز او السمول انكريز في السايز بتاعت الميوكوزا او المينيمال اديما هنا ممكن تعمل لي significant obstruction. طبعا هنا الـ narrowest point في الأطفال هنا في الـ airway هي إيه؟ الكريكويد رينج. دي مهمة جدا النقطة دي يا جماعة عشان في ناس بتتلخبط ما بينها. الجلوتس هو الـ narrower area في الـ airway بتاعة الـ adults، لكن في الأطفال الكريكويد هي الـ narrower area. هنا بيقول لك إنه حتى مورجان كاتب إنه يقول لك إنه few millimeters decrease في الديامتر بتاعة الايرواي عند الكريكويد رينج ممكن تعمل significant airway obstruction. طيب نيجي بعد كده على السؤال اللي بعد كده الاسسمنت. بقى هنا طفل عندي جاي، الطفل ده عنده upper airway obstruction. الاسسمنت بتاعي طبعا rapidity of assessment هنا بتعتمد على البرزنتيشن بتاعت الطفل. ليه؟ لان الطفل ده ممكن يبرزنت بسيتويشن ان يكون العيان ده جاسبينج مثلا، او ان هو يكون جاي في سترايدر لكن ستيل الطفل ده اليرت ستيل بيقدر يمنتين الفنتيلاتوري والاكسجين ريكويرمنتس، وبالتالي هنا الرابيديتي اوف اكشنز هتختلف ما بين الاثنين. بالنسبة للأسسمنت طبعا هو بيبدأ في حالة طبعا ان الطفل ده ستيبل او كان بي أسسد. يعني طبعا هنا المفروض ان انا باخد الهيستوري. طبعا القاعدة دايما ان انا افويد ان انا اعمل اي ستريس او انكزايتي للطفل، لانه الكراينج هنا ممكن يحول لي البارشيال اير واي اوبستراكشن الى كومبليت اير واي اوبستراكشن، وهيزود الريزيستنس لي الاير فلو. ليه بيحصل ريزيستنس او ليه بيزيد الريزيستنس اثناء الكراينج؟ لانه
الفلو كل ما بيزيد الفلو كل ما بيزيد الريزيستنس. يعني هو لما بيحاول ان هو يجنريت مور بريشر جريدينت اثناء الكراينج فده عايز يزود الفوليوم اوف اير بيزود سرعته. فلما بتزيد سرعه الفلو في اريا كونستريكتد بيزيد الريزيستنس جدا للاير فلو، وبالتالي الكوايت بريذنج هنا مهم جدا 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 في الحالات دي. النقطه اللي بعد كده ان انا بعمل باخد الهيستوري من البيرنتس، والهيستوري هنا ان انا بشوف الانست والديوريشن اوف سيمتومز. وبسأل على الاسوشيتد سيمتومز زي ان الطفل ده جاله مثلا على سبيل المثال حصل له فيفر مثلا او ديسفاجيا مثلا، او انه كان مثلا عنده مثلا اللي هي الدرولينج مثلا اللي هي انه السلايفا بتطلع من بقه، دي من ضمن الساينز ان الطفل ده مش قادر يبلع تمام، او ان هو بيبريفير بوزيشن معين زي السيتنج بوزيشن مثلا تمام. يبقى دي النقطة اللي انا هاخدها. في حاجات تانية اللي هي الباست بقى زي الميديكال هيستوري الاسوشيتد ميديكال هيستوري، وهسأل على الدراج هيستوري والاناثيتك والسورجيكال. ودي مهمة ليه؟ لان دي حاجة بتمس الاير واي، وبالتالي مهم جدا ان انا اعرف اذا كان العيان ده عنده اي هيستوري ريليتد للاير واي بروبلمز ديورينج انستيزيا. وطبعا هسأل على الفاستنج هيستوري تمام. طبعا زي ما اتفقنا ان انا مين وايل انا بافويد تماما ان انا اعمل ان انا ادستريس البيبي او ان انا انديوس انه البيبي ده يبقى فيه كراينج او حاجه، لان ده ممكن يحول لي الاير واي اوبستراكشن من بارشال الى كومبليت اير واي اوبستراكشن. بعد كده الاكزامينشن، طبعا الاكزامينشن بيبدا اولا من الجنرال ابييرنس. طبعا الطفل ده طبعا مهم جدا جدا الكونشسنس، دي مهمه قوي ان الطفل ده يكون conscious والالرت ولا بدا يبقى دراوزي نتيجه السي او 2 مثلا ريتنشن نتيجه الاير واي اوبستراكشن. هشوف طبعا الفيرنج نوز او اللي هي الوركينج الى نزاي، وطبعا اليوز اوف اكسسوري ماسلز اوف ريسبيريشن والانتركوستال ريتراكشن، وهشوف الهيد نودينج وطبعا لو في ساينوزز او حاجه تمام. ممكن بقى اعمل اكزامينشن للتشست بي ان انا طبعا بتبدا اولا بالاير واي اتاكد من البيتنسي ولو في اي سكريشنز او جرجلينج ساوند او حاجه، والاوسكالتيشن اوف تشست طبعا ان انا هسمع الايه اسمع هاوسكالتيت الايه هاوسكالتيت التشست تمام. يبقى ده بالنسبه للانيشيال اسسمنت اوف ا بيشنت وذ استرايدر. يبقى انا هنا القاعده ايه؟ القاعده هنا ان انا بافويد ان انا اعمل ديستريس للبيبي، ان انا اخليه انكشس، ان انا اخليه كراينج. ليه؟ لان ده ممكن يحول لي الاير واي اوبستراكشن من بارشال الى كومبليت اير واي اوبستراكشن. القاعده الثانيه انه الرابيديتي اوف ماي اكشن ويل ديبند اون ذا سيفيريتي اوف سيمبتومز. يعني لو العيان جاي لي بري ارست يبقى انا المانجمنت بتاعي طبعا هيبقى الاي بي سي ابروتش اكيد، وان انا هحاول ان انا امنتين الاير واي باي طريقه سواء كان بالانتيوبيشن او بالسيرجيكال اير واي او وات ايفر. لكن لو العيان ده ستيبل انف يبقى انا هنا هعمل الانيشال اسسمنت بيبدا بالهيستوري من البيرنتس ريليتد طبعا للانست والديوريشن اوف سيمبتومز الاسوشيتد سيمبتومز زي الفيفر ديسفاجيا درولينج السيتنج بوزيشن او ان العيان بيبريفير السيتنج بوزيشن الميديكال هيستوري والدراج هيستوري والاناستاتيك والسيرجيكال هيستوري والفاستنج هيستوري ريجاردنج اتفضل. السيتنج بوزيشن ده مش واخد بالي يعني ايه بريفير سيتنج بوزيشن؟ هو الطفل بيافويد ان هو ينام فلات علشان ده هو بالنسبه له سيتنج يعني. اثناء النوم يعني هو الطفل بياخد وضع سيتنج وليننج فورورد، ده هو ده اللي بيخليه يعني ماكسمايز الايفورتس بتاعته في الريسبيريشن على عكس الفلات بوزيشن تمام. الاكزامينشن طبعا الكونشسنس ان انا اشوف الساينز اوف ريسبيراتوري ديستريس اللي هي الفليرنج نوز واليوز اوف اكسسوري ماسلز اوف ريسبيريشن السوبرا ستيرنال ريتراكشن الانتركوستال ريتراكشن الهيد نودنج الساينوزز. طبعا باسس الاير واي فور بيتنسي وطبعا التشست اكزامينشن واوسكالتيشن تمام. طبعا هنا المفروض ان انا at this point المفروض ان انا هديفرنشيت what is the possible cause for this stridor. لو جينا نتكلم على differential diagnosis في الايدج جروب ده
تفتكروا ايه الديفرنشال دياجنوزز للاسترايدور في هذا الايدج جروب؟ انهيلد فورين بودي. انهيلد فورين بودي ايه تاني؟ ممكن الرجي. تمام، الرجي واللي هي او انافيلاكسس وتعمل لي انجيو نيوروتيك اديما. ممكن اللي هي الحاجات اللي الانهيليشنال بيرنز والكلام ده. ممتاز، البيرن الانهيليشنال بيرن. الابيجلوتايتس. ممتاز، الابيجلوتايتس. والجروب. تمام، وممكن airway trauma خصوصا طبعا مع الانتيوبيشن. احنا طبعا بنتكلم على الجنرال causes. او في حاجة congenital، ودي طبعا rare condition اللي هي اسمها laryngeal malacia. تمام، يبقى هنا differential diagnosis of stridor في pediatric patients. يبقى هنا عندي الحاجات اللي هي زي ال inhaled foreign body، ال allergic reactions زي ال angioneurotic edema، ال burn، ال inhalational injury، ال epiglottitis، ال croup. طبعا في برضو من ال من الأسباب ال infectious طبعا ال peritonsillar abscess. تمام، وال croup وال airway trauma من ال ايه من ال intubation وال laryngeal malacia. طبعا احنا يمكن أكتر حاجة بنشوفها ايه الايروي تروما. طبعا كتير اكيد كلنا شفنا الحالات الاطفال اللي هم طبعا بيحصل لهم كروب طبعا، او ان هم بيحصل لهم الاسترايدور بعد الاكستيوبيشن. تمام، وده طبعا سببه اللي هو تروماتيك انتيوبيشن. تمام، او البرولونجد انتيوبيشن لو الناس اللي طبعا اللي اشتغلت في الاي سي يو عارفين طبعا الكلام. تمام، طيب بالنسبه للمانجمنت، هنا المانجمنت طبعا زي ما اتفقنا برضو ده بيعتمد على السيفيريتي اوف ذس كونديشن. في الحالات اللي هي الستيبل هبدا اولا بان انا هعمل هدي العيان ده اكسجين هيوموديفايد طبعا. تمام، النقطه الثانيه ان انا هحاول هيوموديفايد اكسجين، هستخدم طبعا نيبولايزد ادرينالين. الدوز بتاعته كام النيبولايزد ادرينالين؟ نحط أمبول على إيه؟ نحط أمبول على أمبول على البتاع. يعني up to 5 مليليتر of 1 في 1000. 1 في 1000 ده يعني 5 أمبولات، 5 أمبولات أدرينالين. تمام؟ وده مش كتير يعني. تمام؟ أيوة تفضل. ولا اكبر ولا حاجه يونيفرسال اللي ايه يا محمد؟ دي بتاع 5 أمبولات ادرينالين ديت ليه علاقه بالسن ولا هي دوز يونيفرسال يعني؟ والله انا قريتها في الادلتس وقريتها في البيدياتريكس وكانوا مكتوبين نفس الحاجه، فانا يعني ممكن اراجعها، بس اي ثينك لان هي لوكال اكشن فما فيش فرق قوي، لان ما فيش سيستميك افكت يعني. انما اي دونت ثينك يعني ان في فرق في الدوزنج هنا، لان انا قريتها في الكبار وفي الصغيرين نفس الدوز دي مكتوبه يعني. تمام محمد، هنا على النيورولوجي. مين اللي بيسأل يا جماعه؟ انا بقول امبول على نيبولايزر على ال 5 سم مال. لا ليه؟ اب تو 5 ملي اوف 1 في ال1000 يعني. ممكن تحط مثلا امبول على يعني على 2 سم سالين، 2 امبول على سم سالين، يعني بحيث ان التوتال فوليوم يبقى تقريبا 3 ملي، ان الكاب نفسها مش هتسع اكتر من كده يعني. تمام، فانت بتدي اب تو، ممكن تريبيت الدوز دي كذا مره علشان تريليف الاوبستراكشن ده او ان هو تقلله شويه. تمام دكتور حسام. معلش محمد، هو ال 1000 ده الكونسنتريشن اللي انا هحدي عليه، وال 5 مللي ده الدوز صح كده؟ الواحد في ال 1000 ده دكتور حسام اللي هو امبول الادرينالين. لا امبول، امبول زي ما هو كده، امبول الادرينالين ده 1 في 1000. عشان الجمله دي مشهوره قوي، 1 في 1000 معنى ايه؟ كلمه 1 في 1000 يعني 1 جرام في 1000 ملي. 1 جرام في 1000 ملي يعني 1000 ملي جرام في 1000 ملي، يعني 1 ملي جرام في الملي. هو ده الكونسنتريشن اللي عندنا. تمام تمام، يعني ممكن احطه لغايه 5 ملي.
بالظبط كده لحد 5 مللي خلاص. طب انا معلش انا كنت عايز اعرف بس الباثولوجي بتاع الاسترويد عشان خاطر ابقى فاهم المانجمنت. الباثولوجي بيعتمد على الاندرلاين كوز يا دكتور حسام. الاسترايدر ده هو صوت تمام، صوت اير واي اوبستراكشن. الاير واي اوبستراكشن ده ممكن اي حاجه تسببه زي ما اتكلمنا الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها تمام. كل حاجه ليها ديفرنت مانجمنت، انما في جنرال لاينز كده تمام. هنتكلم بعد كده عن السبيسيفيك كونديشنز اللي هي الكروب والابيجلوتايدز، انما دي حاجات جنرال ميجرز يعني تمام. واضحه يعني كلمه سترايدر دي ده صوت بيحصل نتيجه اير واي اوبستراكشن، يعني السترايدر ده مش باثولوجي اتسلف، دي سيمتوم. انا قصدي اللي بيحصل في الاوبستراكشن ده يعني الباثوفيسيولوجي بتاعه مثلا، هل هو الاسترايدر بيبقى سبب إديمة مثلا غالبا يعني من الاسباب اللي احنا قلناها دي كلها ان هي كلها إديمتس غالبا معظمها، يمكن في ما عدا اللارينجيو ماليشيا، انما غير كده كلهم انفلاميشن وإديمة، سواء كانت انفكشن سواء كانت تروما، كل دي حاجات بتعمل إديمة تمام. تمام. فهنا طبعا احنا بندي الاكسجين هيموديفايد اكسجين تمام. النقطه الثانيه اللي هي طبعا بندي نيبولايزد ادرينالين اب تو 5 مللتر اوف 1 في ال1000 اللي هي الكونسنتريشن. ممكن ندي طبعا الستيرويدز زي الدكساميثازون تمام. الدوز بتاعته ها اعتقد السؤال هيبقى ينفع اللي هو السوليو اللي هو الكورتيكوسترويد ولا ما ايه تاني كده الكورتيكوسترويد. هو الكورتيكوسترويد طبعا الكومن اللي احنا بنستخدمه في الاير واي دي ما هو الدكساميثازون تمام. القصه دي انا بس عشان نختصرها لان الكلام ده فيه شويه رغي كده. انه في حاجه اسمها اللي هو انه كل استيرويد ليه سبيسيفيسيتي معينه على بعض الاكشنز يعني تمام. دي كنت قريتها زمان الصراحه، فكان يعني اللي فاكره كويس انه كان في الاير واي دي ما كانوا بيفضلوا ديكساميثازون لهذا السبب لانه سبيسيفيك اكتر من الهيدروكورتيزون تمام. انما واتيفر يعني سواء ده او ده افيلبل فما فيش مشكله، لكن الكومن تو بي يوزد هو الديكساميثازون تمام. تمام. يبقى انا هنا الحاجات الجنرال زي ما اتفقنا ان انا هدي اكسجين هيموديفايد اكسجين نيبولايزد ادرينالين والستيرويدز طبعا. وطبعا ممكن هنا ابدا ان انا انسرت الاي في كانيولا، لكن طبعا دي بتعتمد على القاعده اللي احنا قلناها في الاول ان انا بافويد ان انا ادستريس البيبي تمام، علشان الكراينج ده ممكن يعمل لي كومبليت اير واي اوبستراكشن. لكن وينيفر بوسيبل طبعا ان انا انسرت اي في كانيولا، ده مهم جدا طبعا تمام، علشان اقدر فيها ان انا ادي الميديكيشنز زي الاستيرويدز. وطبعا العينين دول بيبقوا دي هايدريتد كمان تمام، فعلشان نقدر ندي فيها الاي في فلويدز تمام. يبقى دي الجنرال ميجرز اللي ممكن تتعمل طبعا. هنا وايل يو ار كومنسنج ذيس ميديكيشنز طبعا انت بتري اسس الامبروفمنت، يعني انت بتدي الميديكيشنز دي وبتشوف الامبروفمنت ليها، هل العيان بيتحسن ولا لا. لو ما حصلش امبروفمنت ففي الوقت ده طبعا العيان ده should be intubated. وطبعا الانتيوبيشن ده بيتر ان هو يتعمل في الاوبريشن ثياتر، هنتكلم على القصه دي بالتفصيل. طبعا هنا لازم انفورم السينيور انيثيتست والسينيور اي ان تي سيرجن طبعا ان هو يكون اكسبيرينسد ان هو يقدر يعمل سيرجيكال اير واي في الايدج جروب ده، وبنعمل انتيوبيشن هنتكلم على التفاصيل دي بعد شويه تمام. يبقى هنا احنا كنا بنتكلم على الاسترايدر. الاسترايدر قلنا ايه الديفينيشن بتاعت الاسترايدر، ليه الاطفال مور لايبل للابر اير واي اوبستراكشن، ازاي هعمل اسسمنت للاسترايدر، ايه الديفرنشال دايجنوستس وايه المانجمنت. ده طبعا اللي بيوضح لي الاناتوميكال ديفرنسز ما بين الاير واي بتاعه الانفنتس والاير واي بتاع الادلتس. يهمني هنا بس انك تعرف تشوف الفرق في الديامترز هنا، وان النارووست اريا هنا الكريكويد رينج في الاطفال زي ما انتم شايفين على عكس الايه الكبار. نيجي بقى نتكلم على واحد من الاسباب بتاعه الاسترايدر في الاطفال، واللي هو الاشهر اللي هو مسؤول عن تقريبا 80% من حالات الابر اير واي اوبستراكشن في الاطفال طبعا، اللي هو الكروب. الكروب هو ايه؟ هو فايرال انفكشن زي ما دكتور محمد عمر قال. هو فايرال انفكشن طبعا بيأفكت اللارينكس والتراكيه والبرونكاي، بيسموها لارينجيو تراكيو
برونكايتس تمام، لكنه مش بيأفكت الإبيجلوتس زي ما دكتور محمد قال، إنما هو بيأفكت اللارينكس التراكية البرونكاي، يبقى احنا بنقول لارينجيو تراكيو برونكايتس. الكوزاتيف أورجانيزمز هنا هي طبعا البارا انفلونزا والانفلونزا والراينو فيروسز تمام، وزي ما اتفقنا ان هي مسؤولة عن 80% من حالات الابر اير واي اوبستراكشن في البيدياتريكس، وغالبا الكروب ده بيبقى بناين، اونلي تقريبا 1% فقط لغير من الحالات بتاعت الكروب ممكن يحتاج ادفانسد اير واي مانجمنت. السيمتومز هنا او الكلينيكال بريزنتيشن بتاعت الطفل ده، طبعا هو بيبقى عنده الاير واي اوبستراكشن، الابر اير واي اوبستراكشن اللي هو بيعمل لي صوت الاسترايدور، بيبقى معاها اذر كونستيتيوشنال سيمتومز، غالبا السيمتومز دي بتبريسيد الابر اير واي اوبستراكشن بي كابل اوف دايز. السيمتومز دي بتبقى في صوره انه بيبقى فيه لو جريد فيفر، ممكن يبقى فيه سور ثروت تمام، وطبعا بيقلب بعد كده او بيبقى اسوشيتد بعد كده مع بروجريسيف اير واي اوبستراكشن. طبعا هنا من ضمن طبعا ده صوت هنا، الصوت ده اسمه باركينج كاف. الباركينج كاف دي واحدة برضو من السيمتومز اللي بتحصل مع الكروب، ان العيان طبعا نتيجة الاير واي اوبستراكشن، طبعا كلنا اكيد سمعنا الصوت ده قبل كده، خصوصا لو انت الصوت ده دايما بنسمعه في عيان عنده upper airway infection او lower airway infection tracheitis مثلا او bronchitis، وحضرتك نيمته تمام. لما بتيجي تصح العيان احيانا بنسمع الصوت ده، الصوت ده بيدل ان في airway obstruction او partial airway obstruction، وده هنا محتاج منك ان انت تمانج القصة دي. طيب ازاي اعمل assessment؟ نفس الكلام اللي كلمنا عليه قبل كده في الاسترايدر، ان انا طبعا ان انا بأفويد ان انا induce anxiety، ان انا طبعا بأinvolve parents في المانجمنت، باخد history regarding the onset with duration، الميديكال هيستوري، الميديكيشنز، الاناثيتك هيستوري، الفاستنج هيستوري، اسال على الهيستوري اوف لو جريد فيفر، السور ثروت والكلام ده. المانجمنت هنا زي ما اتفقنا بيعتمد على الديجري اوف اوبستراكشن او الانيشال بريزنتيشن بتاعت البيبي. لو هنا الطفل ده ستيبل فانا هنا بعمل ايه؟ بعمل اولا ان انا بأسس طبعا البيتنس بتاعت الاير واي، وبحط له 100% of oxygen، humidified oxygen، nebulized adrenaline، الستيرويدز تمام، وبأسس طبعا for improvement. بعض الحالات دي بيبقى فيها associated secondary bacterial infection، في الحالة دي ممكن ان انا اديهم antibiotics، وassociated مع القصة دي كمان بنديهم الحاجات الانتيبيوتكس زي الباراسيتامول. في حالة انه الاير واي هنا العيان ما بتحسنش، او العيان initially الاير واي بتاعه impending ان هو يحصل complete obstruction، يبقى في الحالة دي بترانسفير العيان immediately للOR for securing الاير واي management. ازاي بعمل القصة دي؟ نمرة واحد، لازم زي ما اتفقنا القاعدة الاساسية ان انا بانvolve الparents في المانجمنت بتاع العيان ده، وان هما بيبقوا attending علشان الطفل ده ما يحصلوش سيفير انكزايتي تمام، اللي هو ممكن يسوق لي الاير واي اوبستراكشن. النقطه اللي بعد كده ان انا هنا بعمل طبعا بحط العيان ده على 100% of oxygen، ان انا بعمل بري اوكسجينيشن تمام، واف بوسيبل ان انا احط البلس اوكسيمتري تمام، هيبقى كويس طبعا علشان امونيتور الاوكسجينيشن. بعد كده هبدا اعمل انهيليشنال اندكشن، والانهليشنال اندكشن هنا طبعا ده في حالة ان الطفل ده صايم تمام. انهليشنال اندكشن في عندي تو اوبشنز هنا، اللي هما السيفو فلورين والهالوثين تمام. هنا طبعا الفرق ما بين السيفو فلورين والهالوثين، تفتكروا ايه الفرق هنا؟ الفرق بين السيفو فلورين والهالوثين يعني في السيتويشن ده هالوثين الهالوثين بيعمل برادي كارديا مع ممتاز. من ضمن مشاكل الهالوثين ان هو طبعا في وجود الهايبوكسيا والهايبر كابنيا ممكن طبعا يعمل كاردياك اريزميا، واشهرها ايه يا دكتور يسري؟ بيعمل برادي ساينس برادي كارديا
تمام. طيب لكن في ميزه في الهالوثين تفتكر ايه هي يا دكتور حسام؟ البرونكودايليتور ان هو المور بوتنت، العين هينام باسرع. اسرع. ايه رايك يا دكتور حسام؟ انت قول ايه رايك في الكلام ده، الهالوثين هينيم العيان اسرع من السيفو؟ لا السيفو اسرع طبعا. السيفو اسرع اكيد. ممكن مش كده ولا ايه؟ إيه؟ اكيد السيفو فلورين طبعا. السيفو فلورين ليه رابيد اونست، لكن مشكلته ان هو رابيد اوفست. وطبعا متوقع هنا مع ان العيان ده عنده اير واي اديما، متوقع انه المانيبيوليشنز في الاير واي هنا تبقى برولونجد شويه، وبالتالي هنا لو حصل ان العيان ده بقى لايت ممكن يخش في لارينجيال سبازم. فهنا مشكله السيفو فلورين طبعا هو رابيد اندكشن، انما على الجانب الاخر طبعا بيبقى رابيد ريكفري، على عكس الهالوثين اللي الاندكشن فيه طبعا بيبقى ديليت شويه ريليتد للسيفو فلورين، لكن بيديني ديليت ريكفري وبالتالي بيديني وقت اكتر للمانيبيوليشن اوف اير واي بيفور لايتنس اوف انستيزيا. تمام. اي دي طبعا عن اريتنت يعني الهاليشنال ذات نفسه عمليه. تمام. هي النقطه هنا، ما دي نقطه مهمه جدا يا دكتور محمد. طبعا انا زي ما قلنا في الاول لو انت تقدر تركب اي في كانيولا فده طبعا هيبقى اوبشن اكيد طبعا كويس، لكن زي ما اتفقنا ان انا بافويد قدر المستطاع ان انا اخلي العيان ده يبقى انكشس باي طريقه، علشان كده غالبا بنحتاج نركب الكانيولا بعد الاندكشن. انما لو قدرت تركب الاي في كانيولا فده هيبقى اوبشن بالنسبه لك ان انت ممكن تستخدمه في الاي في اندكشن. هو الاي في اندكشن هينفع في ال بالبوسيبل اي وير ديفيكولت اير واي؟ ما هو ما انا بقى ده دي النقطه هنا، او خلينا هنا، هي كل حاجه مش هينفع ومش هينفع ومش هينفع، هي نقطه ان كل حاجه ليها ميزه وعيب، ودي النقطه اللي كنت لسه هقول فيها دلوقتي. ان العيان ده انا متوقع تفتكروا الاندكشن سواء كان استخدمت السيفو او الهالوثين، هل الاندكشن فيها يبقى سريع ولا بطيء؟ لا بطيء طبعا. ليه بقى؟ عشان اولا في اير واي اوبستراكشن. بالظبط. يبقى انا عندي اير واي اوبستراكشن. تمام. يبقى انا هنا وجود الاير واي اوبستراكشن هيخلي الانهيليشنال اندكشن ابطا. تمام. لكن في نفس الوقت يا دكتور محمد يسري انه العيان هنا هيبقى spontaneously breathing، وبالتالي during the trials of intubation هيبقى عندك evidence على مكان الايرواي في حالة انه اللارينكس edematous جدا، ممكن تشوف من الاير اللي طالع واللي خارج ان فيه bubbles مكان الفتحة بتاعت الglottis اللي هي فتحة الvocal cords. تمام. على عكس الIV induction، الIV induction هنا هو اسرع طبعا، لكن مشكلته ان هو هيخلي العيان ابنك، وممكن في الوقت ده انك ما تقدرش قوي تتعرف على الاير واي مكانه فين. تمام. اثناء الانتيوبيشن. تمام. انما الانترافينس اندكشن طبعا هو اوبشن، وخصوصا طبعا في الحالات اللي هي هتبقى فول ستومك. تمام. مش هيبقى طبعا مظبوط قوي ان انا اعمل هنا انهاليشنال اندكشن عشان طبعا الريسك اوف اسبيريشن. تمام. يبقى انا هنا قلنا ان انا هانفولف البيرنتس، هعمل بري اوكسجينيشن، هحط بلس اوكسيمتري، هعمل انهاليشنال اندكشن، واتكلمنا عن السيفو والهالوثين. طبعا الهالوثين ما اعرفش حد فيكم استخدمه قبل كده ولا لا، انا شخصيا استخدمته مره واحده بس زمان جدا. صحه كلها عشان ايش والله فيها هالوثين فعلا كان فيها كلها لسان كان فيها لا كان فيها دلوقتي الصحه مش فيها الا هالوثين اصلا يا عم انا صحه وكله سيفو اهو. لا والله ما فيش، ما عندناش سيفو، ما عندناش بلوتيك للسيفو، احنا ما عندناش بلوتيك للهالوثين بقالنا 3-4 سنين يعني خلينا نقول انه الهالوثين شويه يعني بقى ريتراكتد شويه طبعا نتيجه طبعا المشاكل بتاعته اللي انتوا عارفينها، بس موجود في برايفت يا باشا. ما هو انا اليوم المره اللي استخدمت فيه الهالوثين ده كنت رحت في برايفت في حته مش فاكر كانت فين والله، بس يعني كان هالوثين وما رحتش تاني طبعا، بس يعني كان الهالوثين موجود. لكن وارد وايد طبعا الهالوثين طبعا ريتراكت طبعا، مش موجود في اوروبا مثلا، في انجلترا بالذات يعني مش موجود طبعا الهالوثين، بيستخدموا طبعا السيفو فلورين. فاتكلمنا على الفرق ما بين السيفو والهالوثين، وطبعا بالنسبه لي الاي في اندكشن طبعا ده في حاله ان الطفل ده مركب كانيولا. تمام. ده هيبقى اوبشن، لكن طبعا هبقى فيري كوشس طبعا لو العيان زي ما اتفقنا في ريسك. احنا كنا بنتكلم دلوقتي على الكروب، تمام، وازاي همانج الكروب.
هنا زي ما اتفقنا ان انا هانفولف البيرنت واي ذير از نو اي اف. طبعا مفيش اويك فايبر اوبتيك في السترايدر لان ممكن احنا قلنا ان انا مش عايز اخلي العيان يبقى انكشس. فهو وانس ان الفايبر اوبتيك ده دخل من الاير واي اللي هو اصلا اوبستراكتد اساسا فهيقلب الاير واي لكمبليت اوبستراكشن. ده هو في عنده خرم هواء بيتنفس منه دكتور كريم فمش هقدر ادخل من الخرم ده البرونكوسكوب. تمام. طيب يبقى احنا ان قلنا هنا هن انفولف البيرنتس هعمل بري اوكسجينيشن بالس اوكسيمتري انهاليشنال اندكشن سيفو او هالوثين الاي في اندكشن في حالات الفول ستومك. وانس ان العيان بقى انكونشس فطبعا البيرنتس هنا معلش حصل البيرنتس هنا هيليف البيرنتس الاو تو ليف بيرنتس الاو تو ليف. تمام. وطبعا هنا بركب الاي في تمام الاي في كانيولا وهبدا هنا هعمل الايه طبعا الانتيوبيشن. لازم طبعا الجراح هنا الاي ان تي يكون سكرابت علشان لو السيناريو بتاع كانتي انتيوبيت كانتي فنتليت طبعا ديفلوب يقدر يعمل سيرجيكال اير واي. طبعا هنا بعمل انتيوبيشن بسمولر ذان اكسبكتد سايز اوف اندوتريكيال تيوب. تمام. وبعد كده بريفير العيان ده للبيدياتريك اي سي يو فور فيرذر مانجمنت. الفيرذر مانجمنت هو ايه؟ هو طبعا اكيد الاستيرويدز طبعا اللي بيكمل عليها الانتي بايوتكس الانتي بايوتكس وطبعا الفلويد مانجمنت وطبعا اكيد السيديشن. وطبعا العيان ده بيبقى ري اسسد فور ريزوليوشن اوف اير واي ايديما باي اللي هو طبعا الليك تيست. و طبعا ان انا ممكن اعمل دايركت اسسمنت للاير واي باللارينجوسكوبي. تمام. ده بالنسبه لي اتفضل. الليك تيست هنا ان انت بتحط العيان طبعا هنا الليك تيست في الادلتس بنقول ان انت بتخلي العيان بتحط للعيان بتحط العيان على فوليوم كنترولد وبتدفليت الكاف بتاعت الانبوبه وبتحطه بتشوف الانسبايرد والاكسبايرد. لو الاكسبايرد هنا اقل ب 150 ملليلتر من الانسبايرد يبقى ده بوزيتيف ليك تيست. تمام. او بيقولوا من 15 الى 20% من التايدال فوليوم. فاحنا ممكن هنا نطبق القاعده بتاعت من 15 الى 20%. هنا طبعا ممكن تبقى شويه انه طبعا هنا انا حاطط سمولر تيوب فطبعا اول ما يحصل ليك من حواليها فده معناه ان الاديمه بدات ريزولف. الغالب اللي بنعمله في الحالات دي تمام يعني الحالات دي احنا بنشوفها في الاي سي يو في حالات الانهاليشنال بيرن. تمام. الحالات دي صراحه انا ما بعملهاش اكستيوبيشن الا لما بعمل دايركت اكزامينيشن لللارينكس. تمام. قبل ما افكر هنا ان انا اكستيوبيت. تمام. ده بالنسبة للمانجمنت بتاع الاير واي في الاطفال. تمام. يبقى احنا هنا قلنا ان انا ان انا اول حاجة هينفولف طبعا البيرنتس ان انا هعمل بري اوكسجينيشن ان انا طبعا هبدأ هنا هعمل انهاليشنال اندكشن بلس اوكسيمتري انهاليشنال اندكشن سيفو او هالوثين. وطبعا اكيد بيبقى ببقى محضر الحاجات بتاعه زي البوجي الديفرنت سايزز اندوتريكال تيوبس والكلام ده. اول ما العيان لوز الكونشسنس هلو البيرنتس تو ليف هعمل انتيوبيشن بي سمولر ذان اكسبكتد اندوتريكال تيوب. السيرجن طبعا بيبقى سكرابد فور سيتويشن اوف كانت انتيوبيت كانت فنتليت. افتر انتيوبيشن بريفير العيان للبيدياتريك انتنسيف كير فور فيرذر مانجمنت اللي هي الانتي بايوتكس الانالجيزك الانتي بايوتيك الستيرويدز وطبعا السيديشن. وبعد كده بري اساس الطفل ده فور ليكج حوالين الاندوتريكيال تيوب. هنا طبعا ده منظر اللارينكس هنا ده منظر الانفليمد لارينكس بالمنظر ده. طبعا في سويلنج في الكوردز والسراوندنج ستراكشرز لكن طبعا بيبقى الاخطر دايما هو الاديما حوالين الكريكويد رينج. طيب نيجي بعد كده على الابيجلوتايتس. الابيجلوتايتس هنا زي ما احد الزملاء قال دكتور محمد اي ثينك الابيجلوتايتس هي طبعا بكتيريال انفكشن. هيموفيلس انفلونزا. اتفضل دكتور محمد. بقول هيموفيلس انفلونزا. الهيموفيلس انفلونزا طبعا الكوزيتيف اورجانيزم زي الهيموفيلس انفلونزا بي البيتا هيموليتك ستريبتوكوكاي الستافيلوكوكاي المننجوكوكاي او نيوموكوكاي انا اسف. تمام. كل الحاجات دي ممكن تعمل الابيجلوتايتس. طبعا الابيجلوتايتس هي رير كونديشن
ليه رير كونديشن؟ لان دلوقتي في فاكسين اللي هو بتاع الهيموفيلس انفلونزا الاتش اي بي اللي هو الهيموفيلس انفلونزا بي، تمام، وبالتالي طبعا الانسيدنس هنا طبعا اكيد قل جدا في الحالات دي. الابيجلوتايتس بيعمل ايه؟ بيعمل طبعا انفلاميشن في الابيجلوتس في الاري ابيجلوتيك فولد والاريتونويدز، ونتيجه لكده طبعا بيعمل سيفير اير واي ايديما. طبعا على عكس الكروب هنا طبعا في سترايدر، لكن غالبا هنا السترايدر هنا بيبقى عنيف، وغالبا العينين دول بيحتاجوا ادفانسد اير واي مانجمنت على عكس الايه، على عكس الكروب، تمام. النقطه الثانيه انه السيمتومز هنا او المانيفيستاشن الاسوشيتد مع الابيجلوتاتس بتبقى عنيفه، لان طبعا هنا في بكتيريال انفكشن. المانيفيستاشنز دي العين بيبقى عنده هاي جريد فيفر على عكس الكروب اللي هي بتبقى لو جريد فيفر، هاي جريد فيفر، تمام. العيان بيبقى اكستريملي انويل، تمام، وممكن ان هو يديفلوب سبسز وسبتك شوك، تمام، لان ده بكتيريال انفكشن، تمام. وطبعا بيبقى عنده سيفير ديسفاجيا ودرولينج، تمام، وطبعا اكيد بيبقى قصه الايه السيتنج بوزيشن طبعا، وممكن العيان ده الايه ليننج فورورد، تمام، وليننج فورورد والهاي بيتش بارك او سوري اللي هي المافلد كاف او مافلد ساوندز ومافلد كاف. انا اسف طبعا الالم، ما اعرفش ماله ساوندز و تمام. يبقى انا هنا الابيجلوتايتس، الابيجلوتايتس دي بتتسال كتير قوي في الامتحان، الناس اللي داخلين اليوروبيان دبلوما السؤال ده اتسال في الامتحان اللي فات. يبقى انا هنا ايه الكوزاتيف اورجانيزم؟ ده بكتيريال انفكشن. الكوزاتيف اورجانيزم هيموفيلس انفلونزا بي، بيتا هيموليتك ستريبتوكوكاي، الستافيلوكوكاي والنيوموكوكاي. الانسيدنس قليل ليه؟ علشان الهيموفيلس انفلونزا بي فاكسين. السيمتومز هنا بتبقى سيفير سيمتومز، هاي جريد فيفر، العيان اكستريملي انويل، ممكن يديفلوب سبسس وسبتك شوك، سيفير ديسفاجيا ودرولينج، سيتنج بوزيشن وليننج فورورد، ومافلد ساوندز اند كاف. الانيشال اسسمنت ذا سيم زيه زي الكروب، لو كان العيان ستيبل لسه يبقى انا هعمل ليه الاسسمنت العادي اللي هو ان انا طبعا هانفولف البيرنتس، افويد ان انا انديوس انكزايتي عند البيبي او ان هو افويد الكراينج، وهاخد الهيستوري بتاعه الانست الديوريشن الميديكال هيستوري الدراج هيستوري الفاستنج، هسال على الاسوشيتد سيمتومز الهاي جريد فيفر، ان العيان بدا يبقى فيه ديستربنس في الكونشسنس، في مشكله في الفيدنج بتاعه. النقطه بعد كده انا اي ثينك ان انا نسيت اقول الايدج جروب، مش تفكروني يا جماعه، طب خلينا نقولها دلوقتي، تمام. النقطه الثالثه انه طبعا بيعمل مافلد ساوندز ومافلد كف، وطبعا العيان بيبقى اكستريملي انويل، وممكن طبعا قصه السبسز والسبتك شوك. الاكزامينيشن طبعا باكزامن الاير واي، السيفيريتي اوف سيمتومز، الريسبيراتوري افكشن، النيزل فليرنج، والانتركوستال ريتراكشنز، وكل الكلام اللي قلناه قبل كده، تمام. طبعا هنا الدياجنوزز، الدياجنوزز بتاعت الابيجلوتايتس طبعا دي بتيجي في سيتويشن، لو انا اقدر ان انا اعمل الانفستيجيشن ده بيعتمد برضو زي ما اتفقنا على الانيشال كونديشن بتاعت العيان. اذا كان العيان ده يقدر ان انا اعمل له ايمجينج، فممكن هنا ان انا اعمل نيك اكس راي اللي بتبان فيها الساين بتاعت الثمب، ثمب ساين، تمام، دي بتتسال كده اسمها ايه الساين دي، اسمها ثمب ساين، تمام. طبعا اللي هي طبعا كونسيستنت مع الابيجلوتايتس، تمام. ازاي اعمل مانجمنت؟ هنا المانجمنت ذا سيم، ان انا بدي اكسجين هيوموديفايد اكسجين، نيبولايزد ادرينالين والستيرويدز، لكن هنا بقى مهم جدا الانتي بايوتيك ثيرابي، طبعا دي مهمه جدا. طبعا ببداه في الاول امبيريكالي انتل الكالتشرز اللي بتطلع بعدها ب 48 ساعه اللي هي من الاير واي ومن البلاد كالتشر اذا كان العيان عنده مانيفيستاشنز اوف سبسس. طبعا في حاله ان الطفل ده عنده مشكله من الاول في الاير واي برضه نفس الكلام، هريفير العيان ده للاو ار، هينفورم السينيور انيثاتست والاي ان تي سيرجن، هعمل بري اوكسجينيشن
وطبعا هينفولف البيرنتس اكيد والبلس اوكسيمتري وهعمل انهيليشنال اندكشن. هنا بقى الاير واي مانجمنت ممكن يبقى مور ديفيكلت في الابيجلوتايتس وريسكي جدا في الحالات دي. فهنا شويه بقى الانهيليشنال اندكشن ممكن يبقى بريفيرد اكتر من الاي في اندكشن. بعد اللوس اوف كونشسنس هركب الاي في كانيولا وهعمل انتوبيشن بي سمولر ذان اكسبكتد اندوتريكيال تيوب. مهم جدا هنا يكون معايا بوجي لانه الفيو زي ما هنشوف في الصوره اللي جايه دي تمام بيبقى الفيو سيء جدا جدا في الحالات. ده منظر الابيجلوتايتس، شايفين المنظر عامل ازاي، حاجه شنيعه يعني. تمام طبعا. طب هو على المنظر ده، على المنظر ده ادخل بالتيوب عادي ولا يعني ايه؟ ما احنا لازم نخش، ما هي مقفوله، ما هي ما هي دي دي ما هي دي الفولدز اهي، ما هي دي الفوكال كورد هنا هتلاقيهم هنا في هذه المنطقه يعني عادي. ده كويس ان انت شايف المنظر ده، في ناس ما بتشوفش المنظر ده اصلا يعني. يعني ده باين ان في هنا حاجه وفي يعني في بابل اهي باينه هنا اهي، يعني في مكان هنا في شيء موجود هنا، انما في بعض الناس ما بتلاقيش المنظر ده موجود اصلا. انا قصدي كده ممكن ممكن يحصل اير واي تروما وبليدنج هنا بقى، هنا بقى بتيجي انا معاك، انما في الاخر بقى الاولويات بقى، انت فاهمني الاولويات ايه، الاولويه هنا اسيبه يعني طيب ولا اعمل ايه؟ يوب وانا ايه رايك يعني ايه الاوبشنز؟ لا انا ما اعرفش، انا بس لا انا بقول لك ايه الاوبشنز يعني، اقصد انت قلت خلاص احنا مش هنخش، ايه رايك يعني نعمل ايه غير كده؟ تراكيوستومي مثلا ممكن. طيب دكتور إيه محمد سؤال معلش. دكتور فاطمه اتفضلي. دكتور احنا هنا بنتكلم في سيتويشن ان انا جايلي العيان ده ايمرجنسي صح كده؟ بالظبط كده، ان هو لوزنج الاير واي وفي سترايدر ومش عارف ياخد نفس صح كده، يعني ده حاجه كريتيكال مش يعني مش اوبرتيف يعني صح كده؟ لا ده في الامرجنسي، اه يعني ده اي ار او مثلا او كريتيكال صح كده؟ هي طبعا الحاجات دي تمام. يعني انا طبعا لا 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 هي طبعا هناك يعني كان لما يحصل اي مشكله، يعني مثلا كان في مثلا حاله لما كنت في انجلترا مثلا كان في عيان عنده لودفيجز انجينا تمام، ده بيعملوا هنا كود، الكود ده لازم ينكلود الانيتاتست والاي سي يو مش عارف ايه وايه يعني في كذا والاي ان تي والكلام زي كده كله بينزل في العيان ده تمام. انت بتبقى مسؤوليتك الاير واي يعني انت مسؤوليتك الاير واي ايوه، يعني ده عيان ايميل بالظبط جاي في الطوارئ او بالزبط. جاي في بالظبط العينيه او بالظبط تمام. طيب طب التيوب يا باشا ها اتفضل يا دكتور حسام. انا بس هنا النقطه اللي انا كنت هكمل كلام يا دكتور حسام على قصه التراكيوستومي، انت شفت قبل كده تراكيوستومي في الايدج جروب ده في البيدياتريكس؟ يعني اشتغلت في اي سي يو قبل كده؟ لا ما اشتغلتش، بس كان في حاله معانا وكانت في الاي سي يو اتعمل لها تراكيوستومي، كان طفل 8 شهور او 9 شهور تمام، وللاسف حصل كومبليكيشن بقى، حصل سيرجيكال. سلام عليك يا دكتور حسام، هو ده الكلام بقى. انا طبعا يعني انت حظك ان انت جاي الولد اللي حصل فيه مشكله، اكستريملي ديفيكلت التراكيوستومي في الاطفال يا دكتور حسام، والكومبليكيشنز بتاعتها فيتال تمام. فهنا وينيفر بوسبل ان انت تحط التيوب، لا حطها حتى لو حصل اير واي تروما، حتى لو حصل اي حاجه حطها تمام، لان اوبشن التراكيوستومي هنا ليه مشاكله كتير في الايدج جروب ده، يعني مش زي الادلتس. الادلتس انت ممكن تبقى ليبرال شويه، انما الاطفال لا. طب تمام. طب التيوب هنا كف ولا انكبد ولا مفيش ميزه ولا مفيش ميزه كف ايه بس؟ لا طبعا انت هتخش باصغر انبوبه تقدر تدخل بيها تمام. يعني انت شفت المنظر ده هتقول لهم هاتوا انبوبه مثلا ايه يعني؟ ما هو الكف ده هيبدا منين؟ من 5 مثلا او 4 طبعا. الاماكن اللي فيها كف ده اصغر من كده انا ما شفتش، يعني اقصد اقل من 5 كف ده مفيش، يعني ما شفتش حاجه كف ده اقل من 5 عندنا يعني تمام. لا يا باشا احنا عندنا يا باشا من اول 3.5 كف للاسف، نتحايل عليهم يجيبوا 3.5 انكفد يقول لك هو ده الكفد اللي موجود. والله يعني انت ما عندكوش اصلا الانكفد ولا عندك ده وده؟ منتشرة. عندنا الاثنين بس الاكثر الكفد. معقوله دي غريبه دي؟ احنا عندنا اصلا الكونسبت عامه يعني احنا بنحاول نافويد استخدام الكفد تيوبس في الاطفال يعني، فعندنا في القصر العيني يعني. وانا كده برضو، واحنا عندنا كده برضو، بس احنا بنضطر نشتغل بيها. يعني بيخش بالبلازما مو ما بيدخل. لا طبعا مش هنخش بالكاف اكيد، يعني دي لازم تبقى انكافد تيوب وسمول تيوب طبعا تمام.
يعني هي دي النقطة اللي كنا بنتناقش فيها. يعني طبعا هنا الطفل ده طبعا بعد الانتيوبيشن طبعا هيروح الاي سي يو علشان الانتيبيوتيك ثيرابي والانتيبيوتيكس وكل الكلام ده, وطبعا ممكن العيان ده يحتاج بقى بلاد كلتشر وفلود ريسسيتيشن والكلام ده علشان الايه السبسز والكلام ده. الايدج جروب دي مهم قوي, الديفرنسز ما بين الابيجلوتايتس والكروب. الكروب هنا الايدج جروب بتاعها من 6 مانس الى 3 ييرز. الارقام دي مهمه جدا يا جماعه. الكروب الابيجلوتايتس من 2 ييرز الى 6 ييرز. السؤال ده بيتسال, يعني السؤال ده بيتسال ايه الايدج جروب اللي افكتد بيه الكروب والابيجلوتايتس؟ من 6 مانس الكروب من 6 مانس ل 3 ييرز, اكستريملي انكومن ان هو يجي اكتر من 3 سنين. الابيجلوتايتس من سنتين الى 6 سنوات. طبعا في الكوزيتيف اورجانيزم طبعا اكيد الكروب فايرال انفكشن, الابيجلوتايتس طبعا بكتيريال انفكشن. الفايرال هنا طبعا في الكروب طبعا اتكلمنا على الانفلونزا والبارا انفلونزا و الهيومن ريسبيراتوري فايروس والراينو فايروسز. الابيجلوتايتس البكتيريا زي الهيموفيلس انفلونزا, البيتا هيموليتك ستريبتوكوكاي, البي هيموليتك ستريبتوكوكاي, الستافيلوكوكاي, النيموكوكاي. من ناحيه البرزنتيشن طبعا الكروب ده لارينجيو تراكيو برونكايتس. الابيجلوتايتس دي بيحصل فيها انفلاميشن في الابيجلوتس, الايري ابيجلوتيك فولد, الاريتينويدز. هنا بيحصل استرايدر و مايلد كونستيتيوشنال سيمتومز, انما الثانيه بيحصل فيها سيفير استرايدر وسيفير كونستيتيوشنال سيمتومز. هنا طبعا العيان may be associated with secondary bacterial infection, لكن هنا العيان ده بيبقى extremely unwell, ممكن ان هو يديفلوب سبسز او septic shock. المانجمنت هنا زي ما اتفقنا الرابيديتي اوف مانجمنت بتعتمد على الانيشال برزنتيشن بتاعت العيان, لو هو ستيبل ولو هو في emergency situation. لو هو ستيبل زي ما اتفقنا ان انا بعمل 100% هيموديفايد اوكسجين, نيبولايز ادرينالين, ستيرويدز, وطبعا بلوك فور امبروفمنت. لو هو emergency او لو العيان مش امبروفد على الميجرز اللي انا عملتها, يبقى في الحاله دي هبعت العيان للاو ار فور Advanced Airway Management. لازم طبعا الانيثاتس سينيور والانيثاتس تويل اي ان تي سيرجن طبعا يبقوا افيلبل فور سيتويشن اوف كانت انتيوبيت كانت فنتليت انهاليشنال اندكشن التفاصيل بتاعته. وبعد اللوس اوف كونشسنس طبعا البيرنتس هنا بيليف وبحط الاي في كانيولا وبقى انتيوبيت بي سمولر ذان اكسبكتد اندوتريكيال تيوب. بعد كده بريفير العيان للبيدياتريك اي سي. تمام. طيب نيجي على هنا طبعا ده منظر الاير واي بتاع الابيجلوتايتس, وده نورمال طبعا, ودي الثامب ساين اللي هي بتظهر في حالات الابيجلوتايتس. ده منظر الثامب ساين هنا برضو نفس الكلام طبعا, دي كومن الاكس راي دي جت في الامتحان قبل كده. هنا نرجع تاني الساين دي اسمها ايه يا جماعه؟ ثامب ساين. والصوت ده احنا اتفقنا ان هو سترايدر. والسترايدر ده انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري يا دكتور يوسف؟ انسبيراتوري. طيب ايه هو الكروب دكتور حسام؟ فايرال انفكشن في الابر اير واي, في اللارنكس والتراكيا والبرونكاي. تمام. ايه الكوزاتيف اورجانيزمز هنا يا دكتور حسام؟ الهيومن انفلونزا فايروس. تمام. ايه الايدج جروب يا دكتور حسام اللي بيحصل فيه الكروب؟ 6 مانث 3 يير. ممتاز. طيب دكتوره فاطمه الابيجلوتايتس ايه هي الابيجلوتايتس؟ دي بكتيريال انفكشن. تمام. بيأفكت ايه البكتيريال انفكشن ده دكتوره فاطمه؟ الابيجلوتس والاري ابيجلوتيك فول. تمام. ايه الكوزاتيف اورجانيزمز؟ هي فايرال لا هي بكتيريال سوري بكتيريال انفكشن. الايدج جروب من طب ايه من طب البكتيريا ايه؟ مش فاكره بصراحه. دي مهمة قوي يا جماعة. الهيموفيلس انفلونزا الهيموفيلس انفلونزا بي والبيتا هيموليتك
ستريبتوكوكاي والاستافيلوكوكاي والنيوموكوكاي. الايدج جروب من كام لكام يا دكتوره فاطمه؟ من 2 ل 6. تمام. والعيان ده يعني ايه الفرق ما بينه وما بين الكروب؟ في المانجمنت يعني ولا في الكوز؟ ولا احنا قلنا الكوز خلاص والايدج جروب. ايه الفروقات يعني ان جنرال؟ يعني قلنا الايدج جروب البرزنتيشن. تمام. البرزنتيشن بيبقى فيه سترايدر. تمام. الاثنين بيبقى فيهم سترايدر. الاثنين بيبقى فيهم سترايدر. طيب حد عايز يقول؟ طيب جنرالي انويل. تمام. جنرالي انويل اكستريملي انويل. وايه تاني يا دكتور محمد؟ المعرض يخش في سبسيس وسبتيك شوك. تمام. لان طبعا في بكتيريا طبعا. طيب الاسترايدور انسبيراتوري اكسبيراتوري قلناها والايدج جروبز افكتد. تمام. حد عنده اي اسئله؟